رمونا كونتر بي، مشينا 3 سوايع مع الغدا وكلش 4 سوايع، عاودنا ولينا على نفس، جبنا ساكو دوات وديسيدينا نباتو في قمة لالا خديجة. منصف بعيد عليا بواحد نص ساعة مشية، وسامارة والفوق بواحد 10 دقايق مشية بعيد عليا، صومي مازالو واحد نص ساعة. شوفونا رانا ماشيين فوق هذوك 3 سوايع واحد اخرى، صافي 6 سوايع حنا نمشو، زعما نلحقوا قبل المغرب ولا ما نلحقوش، تبعوا معنا ونكملوا هاد لا فيديو. هوب كيما شفتوا دوكا رانا في طريق صحيحه، هاي 3 تاع العشيه، انا مقلع على لاله خديجه، الصومي راه فوق مازال بعيد، انا نتمشى ورافدين كيما الجمل بما حمل ورايحين حبه حبه. رانا طالعين طلع قصحة، شوف 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 ماش كيتش منصفي كملنا السيرة. بروبليم بردينا الانرجي كاع في لاروندوني الاولانية، زادت هنا 2 سوايع ونص مشيا وديجا دينا نعيا، ان شاء الله ربي يوفقنا نوصلو نورا. نقدروا نطلعوا هذا الجبل دوك نشوفوا بعد كامل، وهذا الفاشل وهذا الفاشل نشوفوا لا نقدروا نطلعوا هذا، ما كاش منها ما نقدروش نطلعوه مستحيل. شوفوا رانا يا خوتي، شوف طلبت العشيه وما زلنا نتمشاو. اي يا منصف منصف ما شكيت يلحق. اي سمعتها واحد 5 سكوند باش يعاود موراك. اي شات كما كتبوا في ليكيب، وصلنا لدوكا نص طريق، رانا في الغابه هذه نايضا في وسط الجبل تاع الصابا، روبوزي شويه قبل ما يوصل صاحبنا ونكملوا. رانا في الجبل طروازيام، اي صفر راهو مخبي شغل ليوبار. يا منصف اك بعيد، اطلع اقوش اقوش اسامة مليحة. هذيك القمة من تما قمة لالا خديجة 2304 مترات، ولا من بعد نكونفيرمي ما وصلش. منصف هبلنا هاي والله، خلينا في الغابة هذيك مازال شبان. سمعوا بالكاتب الروائي باولو كويلو عنده واحد الرواية اسمها الجبل الخامس، تحكي على سيدنا الياس و ليسونسيال الجبل الاول فتناه وليك وراه الجبل الدوزيام الجبل التروازيام هذايا الجبل الكاتريام اللي رانا فيه هاوليك، والجبل الخامس هو اللي فيه سومي تاع تيكشتا. فوالا عفورين هاوليك استغفر الله لالا خديجة ناسي يزومي. هلا
ها وليك البيكي هذاك تاع القمة. تما رانا رايحين يا محاينك شو لتحتها. او المغرب لازم ما وصلناش عطلنا منصف عباك الفوق تروح الاكسجين ينقص الاكسجين وفي الليل تاني ينقص الاكسجين. سما احنا رانا في العلالي وفي الليل وربي معنا. يا منصف اوه كوراج كوراج بات الكمة. اسمع ما ترونديش ما ترونديش لا غالب ما قدرتش نولي ليه باش نولي ليه من نص ساعة المغرب وصل. راني نهج طلعت من هاي سكالات شوف مغرب الدن منصف ما لحقش نخدم في لي فونتال تيرنيس. الله ما ننزل عليكم غير سي بون دوخه كاش من بلاصه وين تفرش باش ترقد. الله ما على باليش على المسوار انا لحقنا ليه هي هاي مثل الخديجة 2400 و 2300 و 428 هاي انت والله وي شوف القمر اللي هيك وهذه منا يا كوشي تصولاي شوف البراج ايماجيني العيا هذاك كاع والمشي هذيك كاع والطلعه هذه كيما طالع ونشكي غير تلحق دير لابارتيك بصاكود. هاي ليك وين حان بلاصو لا طونت ديالنا مع الحافة تاع الجبل. قمة لالة خديجة مع العيشة. ظلمة ونطيبو اندومي اندومي و لا سوب تاع الدجاج. يا إلهي الأكل جميل جدا انظروا إلى أسنانه إنه يبتسم. يا أسامة حان وقت النوم. باتوا بصباب طواقيل البرد. لا 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 نحيوهم هاك شتو.
صباح الخير عليكم ليكيب. شروق الشمس للا خديجة، تلت أعلى قمة في الجزائر. نخرج نشوفه كيف كيف. سامو سامو فوت هذيك لاطون تاع منصف شحال بعيدة. ساعة الصباح رانا هابطين في طريق العودة. البحبح تعيط يا منصوف يا منصوف، مازالوا واقيلا راقد الهيك. راح نشوفوا روحي ولا لا. لا لا وتجر ما بوبال ديالك ما تنساهاش. لازم يكونوا عندك فرانات ملاح. حذارات صعبة. نايك 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 الطير لهنا ورتو. ايه نايك نايك والطير اشي. شوف كش ما تصيب واحد تحت الوادي داس. وصلنا وين دار لاطونت ديالو منصف، بعيد علينا تاع واحد نص ساعه مشيه.
ونشوفوا لا راهو حي ولا مات، لا قتلوا البرد ولا قتلوا الجوع، ما لا ما ان شاء الله يكون لاباس. منصوف راك حي، ورا الباب هادي، ورا الباب تاع لاطونت هادي، وين حال حال نشوفك لك حي. روحي واش رايك في الليله تاع البارح؟ برد يا اخو، برد يقتل له، برد ساقع هكذا صح. راك عرفت اش رقد؟ اه ما كاش منها نفلي في بيت الدين. اه كنت راقه ايه واعي 6 12 ساعه مليح. بصحتي بصحتي، انا قد 6 سوايع مريض ما متونا على قد حتى مليح مليح. عييت ها قديش طلع؟ اه بلامي خلاص. هاي كملها قدام، روحوا للدار. واش راك دير اخويا مهدي؟ انا نديرو معلم باش الناس الناس تعرف طريق منها. بارك الله فيك. واش رايك في الرحلة؟ جدا رائعة. جمال بلادي لا يضاهي جمال سويسرا. بصح معليش الغابة كما راكو تشوفوا فيها الصنوبر الإباري كما قولوا، الورقة ديالو جاية شغل البرا. أونفا أنا خرجنا من الغابة قناش بزاف ونوصلوا. اونفا وصلنا للطوموبيل كما كان الحال، عينا بزاف ونستناو فيه منصف كي العاده، مازالوا في الجبل هابط حبه حبه.